بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين وسهره جديده وحارس الاهلي عبر قناه النادي الاهلي. اسرع مقدمه هتكون موجوده النهارده لان التفاصيل كتير، فمحتاجه قاعده ومحتاجه نتكلم بالتفاصيل. سقط لاعب جديد، محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ. شوقي مش نجم واو يعني، بس شوقي انسان، شوقي بني ادم. فموضوع احمد رفعت حاولوا يشيلوها الناس ويحملوها الناس ويتهموا بعض الناس، والبعض طلع وقعد يرمي كلام وحواديت وقصص، لكن اتعملت تحقيقات واتعملت تقارير و و و و و، لكن ظل الاهمال. نعم ظل الاهمال. انا مش عايز حاجه خالص غير ان احنا ناخد بالاسباب. اسهل شيء انك تطلع مبررات او تدور على شماعات، ده امر سهل جدا، ودلوقتي ممكن اعلق لك 5000 شماعه هنا وبربن بربن ولب لب لب وهكذا. لكن الحقيقه بتتوه، وللاسف اللي راح راح، لكن نقدر نتكلم على اللي جاي. ده دورنا النهارده، هنتكلم فيه كتير جدا جدا جدا. هكمل بس النهارده موضوع حلقتنا عشان نقعد نحكي وبراحتنا ونفتح، لان جايب لكم فيديوهات مهمه اكيد البعض شافها عبر السوشيال ميديا واكيد الكتير برضو ما شافوهاش عشان تبقى الحقيقه كامله، ونضعها امام المسؤولين بكل امانه، وفي الاخر يقولوا لنا الحل ايه. اتمنى ان الحل يكون موجود. وفي حلقتي النهارده مع فارس واسامه كنا اصلا واحنا بنحضر كنا هنتكلم على هذا الموضوع، واحنا بنتكلم امبارح بالليل على مجريات الحلقه ومواضيع الحلقه. يعني هنتكلم على منتخبنا الوطني وتاهله بجداره كاول مجموعته، هنتكلم على الغياب الجماهيري اللي بنتكلم عنه بقاله فتره طويله جدا لانه الحياه هتستمر، وهنتكلم في حاجات كتير، لكن الموضوع الرئيسي والاساسي هو رحيل محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ. نشوف التقرير ده والحزن الشديد اللي موجود عند أسرته وعند أصدقائه وعند زملائه، بعدين نرجع نحكي بالتفصيل. طبعا كانت صدمة كبيرة علينا، ما كناش مصدقين طبعا، ولحد دلوقتي لسه مش مستوعبين الخبر. فدعوات الناس كلها يعني دي، ربنا يرحمه يا رب. وندعي دعوة لمحمد شوقي، تدعي له تقول له ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. محمد كشخصية، لا محمد ما يقارنش بحد الصراحة، محمد كان الجدعانة كلها معانا والله العظيم، وربنا يعني يرحمه ويبارك في اخوه يا رب كده، ويشيل عياله ويربيهم وكل حاجة يعني. تمام، احنا اتصدمنا كلنا بالخبر، مش مصدقين لحد دلوقتي اصلا ان احنا بناخد العزاء بتاع محمد، لان اصلا قبل الماتش بيوم كان قاعد معانا، كان عنده ماتش تاني يوم الصبح، وقاعد معانا في الجيم بالليل بيتمرن وعنده ماتش تاني يوم الصبح، وقلنا الماتش صعب لازم نكسب عشان نكسب نخش في الدوري يعني ونتصدم. فالخبر كان صعب علينا قوي والله العظيم، كل اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا بندعي له ان هو ربنا يغفر له ويرحمه. كان بني ادم طيب قوي يعني، يعني كل الناس بتحبه، اللي يعرفه اللي ما يعرفوش كله كان مترحم عليه، يعني ناس فعلا ما تعرفوش وجاي العزاء النهارده، وناس اقسم بالله زمايلي ما يعرفوش يعني، وكانوا بيكلموني الاسبوع اللي فات طول ما هو كان تعبان يسالوا عليه زمايلي في فريق تاني، مثلا كنت بلعب في السانتا زمايلي في الفريق ما يعرفوش والله، كانوا يسالوني كل يوم وترحموا عليه. ان ده شاب عنده طموح، عنده التزام، عنده ادب، عنده اخلاق، عنده ربنا في قلبه. فانا كل اللي يعني بطلبه من اي حد هيشوفني ان هو يقرا له الفاتحه ويدعي له ربنا يرحمه، وان شاء الله هو في مكانه يكون يعني في مكانه كويسه مع النبيين والصديقين والشهداء. يخلي واحد زي محمد يدوس على نفسه. محمد على فكره يعني مش ما تعبش من حاجه، محمد تعب عشان خاطر داس على نفسه، عشان ما شافش المقابل،
ما انا بقول لحضرتك هو محمد كان عامل رجيم. محمد كان نفسه يلعب في درجه اكتر من اللي هو فيه، لان هو فعلا مستواه يجيب كده. يعني مش انا اللي بقول مثلا كده او كده، لا، جميع المدربين اللي هو اتمرن معاهم بيشيدوا محمد.